سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم في هذا العدد الجديد من برنامج ومع القرآن نحيا. ضيفتنا لنهار اليوم هي أنفال من فئة التريزوميا التي ستشاركنا هي ووالدها تفاصيل رحلة حفظها للقرآن الكريم. ما نطولش عليكم وهيا بنا نتابع تفاصيل رحلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه ما القارعه، ما ادراك ما القارعه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبتوت، وبتكون الجبال كالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمهم هاوية. وما أدراك مالية؟ نار حامية. أنا واسمي أنفال، قلبي رمضاني. أنا هي صفا عمري 14 سنة، و يوم جديد نقرأ قرآن كريم. كيف كانت بداية أنفال مع حفظ القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا السيد رمضاني عز الدين، والد الطفلة أنفال رمضاني، الطفلة تريزوميا 21. وفقنا ربي بفضل الله وبفضل الأم نتاعها وحنايا دخلنا المدرسة القرآنية، فهذه كانت معلول في القسم التحضيري، ومن بعد سجلنا هنا في المدرسة القرآنية تاع أحمد سحنون رحمه الله. بالمناسبة نشكر كامل المدير المؤسسة وكامل العمال تاع هذه المؤسسة، هي مدرسة قيمة، مدرسة بمعايير عالمية قمنا بها. وسجلتها يعني كي كان في عمرها 6 سنوات سجلتها هنا، والحمد لله لأن في عمرها 14 سنة، يعني قد تقريبا 8 سنوات وهي هنا في هذه المدرسة، والحمد لله. وحنا علاه سجلناها في القرآن؟ خاطر القرآن هو ديجا راحة للنفس، وكذلك هي عندها نقص، كان عندها نقص في النطق، والحمد لله هذوكاتيك ولات ما شاء الله، راكو شفتوها ولات ما شاء الله تتكلم ما شاء الله بفضل الله عز وجل وبفضل القرآن الكريم، اللي هو دائما يسرح كما نقولوا حنا يعاونها في الكلام، وهذا كلام ربي اللي قاله. دونك هذه هي كرانا سجلوها في اورطوفونيا، وفي نفس الوقت يعني القران هو اللي حيحاول كيفاه بالكلام تاع ربي سبحانه وتعالى، دائما تحاول لسان تاعها يرطب وتولي تتكلم ما شاء الله. وحتى في المستوى الدراسي تاعها راهي الحمد لله راهي من المتفوقين في المدرسه، اللي هي تقرا السنه الرابعه في مدرسه تابعه لجمعيه انيت، في المدرسة في حي حسن داي تابعة لجمعية أنيت. الجمعية هذه اللي رايك قائمة بالأطفال نتاعنا، أطفال تريزوميا، اللي هي الإدماج. وعلى هذا الشيء بكلمة الإدماج اللي راني سجلتها مع الأطفال العاديين، خاطر حتى هي عندها القابلية لقراءة القرآن الكريم، عندها القابلية كي تقبل الأخر القرآن، وبالإدماج هذا وبالاختلاط مع الأطفال العاديين تعلمت بزاف الأمور من غير القرآن الكريم. كعائلة ما هي الصعوبات التي واجهتكم في هذه الرحلة؟ من الصعوبات اللي واجهتها العائلة هي مع الأول كاين بعض الناس اللي لما دخلتها المدرسة في واحد الحي هكذايا
المدرسة القرآنية بعض الناس ما قبلوهاش، قال لك غير ممكن. حتى ما قلت لها تفضل يا استاذ اسمحي لي الأستاذة أنفلت أقرأ لها شو القرآن الكريم، لما شافتها بلي الطفلة تنجم تقرأ لها القرآن الكريم كلش عاود تقبلتها. يعني احنا واش نطلب حنايا؟ احنا نطلب من هذا المجتمع هذا يا المجتمع والناس الأولياء والناس اللي مقامين في هذا المجتمع هذا، حتى هادو عندهم الحق في التعلم، عندهم الحق في قراءة القرآن، عندهم الحق في تهم مدروس، عندهم الحق في العمل. هادو ما ماشي أطفال جاوا من الآخر، هادو ما عطاهم لها ربي، هما حنا نسموهم ملائكة الأرض. دونك عطاهم لنا ربي سبحانه وتعالى لازم نحافظوا عليهم، ما نجموش نرموهم. وهذا كامل من دور تاع الاولياء، الاولياء لازم يقوموا بالاطفال نتاعهم اللي عطاهم ربي، هذوما اللي بهم ان شاء الله ربي رزقنا الجنه. ما هو الدافع الذي جعلك تحرص على أن تكون أنفال من حفظة القرآن؟ الدافع نتاعنا احنا أولا هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، دونك هذا كامل كما كنا احنا صغار نحبوا نقراوا القرآن وقرينا في المدارس القرآنية، ما دابين حتى الأبناء تاعنا يتعلموا القرآن الكريم، يحفظوا القرآن الكريم خاطر به إن شاء الله الأخر. أو كاين أطفال من الأطفال تريزومي اللي حافظين حتى 60 حزب، كاين أطفال تاع واحد حتى اللي حافظين 60 حزب، والحمد لله أنا نشوفناهم في المسابقات القرآن الكريم تلقى بلي الطفل تاع واحد ولا أطفال تريزومي اللي حافظين. كاين أطفال هنا حتى هنا في المدرسة الحمد لله بفضل الرجال وبفضل المسؤولين تاع هذه المدرسة سمحوا لنا حتى دخلنا كاين واقيلا حوالي 15 طفل أطفال الطريزومبيا مسجلين هنا في هذه المدارس، وكاين مدارس واحد اخرين كاين مساجد واحد اخرين يحفظوا فيهم القران. دونك هذا هو الدافع اللي خلانا كيما حنا نحبوا القران الكريم، حتى هادو ما عندهم حق باش يحفظوا القران الكريم. ورانا راكو شفتوا الطفله انفان كي البنت نتاعي كيف رايك حافظه القران الكريم، والحمد لله رب العالمين. هذا فخر لنا، فخر للاولياء نتاعهم، فخر للمربين نتاعهم، فخر لكامل الناس ان شاء الله اللي يفرحوا ان شاء الله. القران الكريم نحب علاش نحس روحي منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، ما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبتوت، وبتكون الجبال كالعهن المنفوس، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيتنا راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ما هي الصور أو الآيات القرآنية التي تحفظها أنفال؟ هي أنفال هذه راهي تحفظ حوالي 15 صور صغار، يعني الربع الحزب الأخير حافظة صورة السبيح، حافظة صورة الطارق، حافظة صور صغار المعوذتين، حافظة صورة الإخلاص، حافظة صورة القارعة، حافظة أنا من أشرح لك صدرك، حافظة الزلزالة، حافظة يعني صورة القارعة، يعني حوالي 15 صورة صغيرة، ومنهم كذلك حافظة والشمس وضحاها، حافظة والضحى والليل إذا سجى، يعني الحمد لله. وهذا بفضل يعني المساعدة اللي عمدوها لنا هنا المعلمات نتاعها اللي راهم في هذه المدرسة، حتى هما يحاولوا يتأقلموا معاها. وكي نهضر معاها نقول لها أنفال تقول لها عرضي لي الصورة، تقول لي بابا أبي نعرض لك الصورة بالأحكام، وهذا هو الفضل نتاعها. ما هو شعوركم وأنفال اليوم كالسفرة الكرام البررة؟ شعور الأب ولا حتى الأم نتاعها، يعني بالمناسبة يعني نشكر على المجهودات اللي قايمة مع أنفال، كذلك الأخت نتاعها وأخوها اللي راهم قايمين معاهم، مش راني وحدي هنايا، حنا رانا كاملة عائلة واحدة، وهذه فرد من أفراد العائلة.
دونك الشعور تاعنا كأب فخور بابنته اللي راهي تحفظ الكلام مال الله عز وجل، وكذلك حتى في الدراسه تاعها بفضل القران الكريم، بفضل الله عز وجل القران الكريم، حتى هي راهي من الاوائل تاع المدرسه، كما هذا الفصل هذا كانت الاولى في المدرسه، المدرسه اللي راهي تقرا السنه الرابعه وجابت حتى المعدل 7.88، وهذا افتخار لنا يا عز وجل، والافتخار الكبير اللي بها ان شاء الله هي تقول يا ابي تعالى ادخل معنا الجنه. ما هي نصيحتكم لكل من يشاهدنا؟ القرآن هو نجاة الحياة، هو المفتاح تاع الجنة إن شاء الله. واش نقولوا سيرتو خاصة اللي عندهم الأطفال الصغار، حاولوا تحرصوا عليهم كما راك تحرصوا عليهم في القراءة تاعهم في الدراسة تاعهم، حرصوا عليهم على حفظ القرآن الكريم بهم إن شاء الله، اللي تعطوا لهم التاج الوقار. التاج الوقار واش معناتها؟ معناتها باب الجنة يكون مفتاح إن شاء الله. دونك أنا واش نطلب من المشاهدين من شو يشاهدوا فينا، نطلب منكم يعني دائما حاولوا تحرصوا على القرآن الكريم مع أبنائكم كما راكم، خاصة الأطفال اللي راهم كما أطفال تريزومي هذوما، لازم تقول عند وليدك ولا بنتك تقدر تحفظ القرآن كما أي طفل عادي. يعني أنا واش نطلب من نصيحة؟ كلام ربي ما كاش كما كلام ربي. وبهذه المناسبة يعني إن شاء الله نشكر كامل المشرفين على هذه المدرسة، ونشكر قناة الوطنية اللي أعطتنا هذه المناسبة هذه، اللي باش إن شاء الله نبينوا بلي الأطفال تريزومي عندهم الحق في التعلم، عندهم الحق في الاخر، عندهم القدره. كل واحد الفروق، كاين فروق كما الطفل العادي، كاين اللي يقرا كاين ما يقراش، كاين اللي الاطفال تريزومي ولا اطفال توحد ولا كان صحاب الاعاقه. يبقى القرآن رفيقنا ومعيننا في دروب حياتنا، فهو ليس مجرد كلمات بل هو نور يهدينا للطريق المستقيم. مشاهدينا، وبهذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي بحول الله في عدد آخر. ترقبونا وصح فطوركم.